رح نتابع موضوع هلأ كتير مهم وكلنا بنشكو منه، اللي هو موضوع حقوق الإنسان. موضوع أكيد دايما بنفكر فيه، وين حقوقنا، وين الأشياء اللي عم تحقق لنا، وين الأشياء اللي فينا نحن نطالب فيها لحتى نحس أنه نحن فعلا أنجزنا شيء منيح بحقنا وبدنا نطالب فيه، اللي هو إعلان حقوق الإنسان. اليوم معنا المحامية رنا دبليز، وهي المسؤولة القانونية بالمجلس النسائي اللبناني، رح تكون ضيفتنا لليوم. رنا دبليز المحامية، فإذا مثل ما قلت لكم العضو اللجنة القانونية بالمجلس النسائي اللبناني. رنا صباح الخير، اشتقت لكم. أنا أهلا وسهلا فيك، يعني ماتر فعلا نحن بنكون سعدة لما بنشوف سيدة قادرة فعلا ضل طالب بهالموضوع وما تفقد أبدا الأمل، لأنه بس نشوف قديش للأسف قد ما بينعمل عفوا قد ما بينعمل، شفتي كيف قد ما لنا مخنوقين من قصة حقوق الإنسان، اختنق صوتي كمان. فقد ما بينعمل قوانين وقد ما بينشغل على اشياء، اوقات كثير بيطلع قانون بيموت ثاني يوم، ممكن يطول اوقات جمعه جمعتين، بس كمان ما بيتنفذ. مواد كثيره بنحس فعلا انه عم نطالب فيها وبنشعر بالفرحه انه خلص وصلنا حققنا هالماده، بعدين فجاه بتختفي ما بتعرفي وين بيصيروا، يعني ما بنفهم. بقى اليوم رح نحكي عن مادتين هن العنوان تبعهم، يمكن انا لفتني هون انه وين حقك الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اتفقت انا وياك خلص رح نسميه وين حقكم، لانه حقك وحقك هدول الاساسيين. نحكي اليوم فاذا على هالمواد الجديده اللي تم هلا الشغل عليهم، وقديش فعلا رح نقدر نحققهم ونشوفهم نحن وعايشين، بس مش بس لما نعجز. لا بطمنك يعني هدول موجودين واساسيين عندنا بالقانون. اول شيء بدي اتشكر انا تلفزيون الفيوتشر، اهلا وسهلا، يعني عم نجدد شكرنا لكم كل مره، لانه عم بتضووا على امور انسانيه كثير مهمه، ونحن بالمجلس النسائي يعني كثير 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 بننبسط لما بنكون معكم. هلا خلينا اليوم نحكي شوي على غير قصه النساء، اليوم عم نحكي على نطاق اوسع شوي، هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان. الاعلان العالمي لحقوق الانسان ترجم المبادئ إلى سلوك، يعني صار سلوك إلزامي فرضه فرض وإلزامي ويجب التقيد فيه. نعم. إذا منجي على المادة اليوم أنا وياك، لأنه موضوعنا المادة 10 والمادة 11. نعم. إذا منجي منقرأ المادة 10 شو بتنص؟ لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه، يعني الحقوق إن كانت جزائية وإن كانت مدنية، لأنه هون بنحكي الحقوق والالتزامات المدنية والجزائية التي تتعلق بالجرائم وما إلى ذلك. نعم. من خلال هالمادة شو بيظهر معنا؟ بيظهر معنا مبدأين مهمين جدا، وهن أول مبدأ محكمة مستقلة محايدة، ثاني مبدأ صح المحاكمة المنصفة والعلنية. أوه. وعلى أنه تكون هالمبدأين يطبقان على كل أنواع المحاكمات مدنية وجزائية. هيدا هو السؤال اللي بيطرح نفسه بهالمجال، كيف بتكون المحكمة مستقلة ومحايدة؟ ومحايدة. كيف؟ طب مين بيضمن لي الاستقلالية والحيادة؟ بالواقع على المحكمة ذاتها، على القضاة ذاتهم، على القاضي ذاته أن يضمن تطبيق المبادئ لتحقيق هذه الغاية. نعم. طيب شو هي المبادئ اللي على القاضي أنه يحققها أو يضمنها؟ أول مبدأ وأهمه اللي نحن بنشتغل عليه مبدأ احترام حق الدفاع. نعم. ووجاهية المحاكمة. شو معنى هالحكي؟ انه انا كقاضي اترك مجال للفرقاء انه يناقشوا ما طرح امام المحكمه، يعني انا من حقي ناقش كل شيء بيكون موجود او بيطرح في هذه المحاكمه. نعم. كل شيء انا لازم جاوب عليه. صح. ومن واجب القاضي ان يمكنني من الجواب عليه. بعدين لا يجوز ان يحاكم شخص لم يتسنى له
أن يدافع عن نفسه. أكيد أكيد لا يجوز هالأمر. يعني نحن هلأ خليني أطرح النقطة اللي لما عم بيكون في عنف أو عم بيصير في قتل لامرأة معينة من اللي نحن عم نشوفهم واللي نحن كتير عم نشتغل عليهم. صحيح. طيب بيقولوا والله هي جريمة شرفتها بس أنا ما أثنيت لها حق الدفاع. فهوني أنا خرقت المبدأ. أكيد خرقت هذا المبدأ. نحن ما بيجوز نحكي أي شيء على الضحية اللي ما تسنى لها الدفاع نعم. عن نفسها. بعدين المبدأ الثاني اللي على القاضي أنه يتأيد فيه أنه ما يسند حكمه أو يعتمد على ما ورد له من خارج المحاكمة. يعني أنا مثلا إجا تليفون للقاضي أو اللي هيدا دايما نسمعها هيدا بيكون نحن هون أمام خرق لمبدأ الاستقلالية والمحايدة. نعم. طيب أكثر من هيك لما بيجي القاضي بيعمل حكم بتطلعي ما أسباب الحكم بيطلع لك أنه هو استنتج من عقله إيه؟ أو أنه استنتج هالشي من تلقاء نفسه هيك فكر هيك واستند عليها. أنت ما بيحق لك أنه تستنتج أمور من نفسك من تلقاء نفسك. هذا كمان أنت بتكون عم تخرق الحيادية والاستقلالية. نعم. أكثر من هيك لما بيجي القاضي بيحكم بأكثر مما طلب الأطراف. طيب ما أنا أنت يعني تجاوزت حدود الدعوة. طب تقولي لي الدعوة إلى حدود؟ إلى حدود الدعوة إلى حدود. من يرسم هذه الحدود؟ الأطراف اللي بيرسموا الحدود. طب كيف بيرسموا هالحدود؟ طلبات الموجودة في اللوائح والاستحضارات هي اللي بترسم حدود هذه الدعوة. إذا أنت حكمت أكثر مما أنه يجب عليك أنك أنه تحكم أو أكثر مما طلب منك صحيح. فأنت بتكون في شيء مش خرقت نعم. هذا المبدأ. ونحن ممكن هون صار عنا خرق لهيدا المبادئ وخرق هالمبادئ يعرض الأحكام إلى الطعن نعم. بالطرق الاستثنائية والطرق العادية طعن ويقبل في هذه الحالة على أنه نثبت أنه صار هالأمر. نعم صحيح. تاني نقطة واللي أنا كتير حبيتها قصة أنه اندمجت هون إذا بتلاحظي قصة العلنية مع العدالة مع الإنصاف. نعم. صحيح. طب ليه اندمجت؟ قبل ما نحكي ليه اندمجت بدي أقلك أنه العلنية كتير مبدأ أساسي وجوهري. وفي حال لم تتم المحاكمة العلنية نحن منكون تحت طائلة إبطال المحاكمة كلها. نعم. تبطل. فشو بتأمل لي هالعلنية؟ ليش العلنية ارتبطت بمبدأ العلنية ارتبط بمبدأ الإنصاف نعم. بالمادة 10 بالشرعة حقوق الإنسان. ليه؟ لأنه منشوف دايما أنه العلنية عم تظهر للعلن يضمن احترام حقوق الدفاع أكثر. أكيد العلنية كمان تضمن حرية المواطنين أثناء السير بالمحاكمة. بصير إذا بده يحكي وصار في قمع لقاله بمطرح معين هو في رأي عام في رأي عام في عليه طيب. شهود على هذا الشيء. كمان أكثر من هيك العلنية بتضمن أنه ما يكون في تعسف أو استبداد بإدارة المحاكمة. صحيح. العلنية كتير مهمة أيضا في تحقيق عدالة أفضل لأنه نعم. أنت دايما تحت المجهر تحت المراقبة تحت المراقبة الرأي العام. كمان أكثر من هيك العلنية بتعطي طمأنينة في نفوس المتخاصمين تعطي طمأنينة في نفوس المواطنين أنه فعلا هالقاضي عم يحكم بشكل علني واضح وصريح شفاف. نعم. بعدين نحن كتير مهم قلنا الرأي العام لحسن سير العدالة. نعم. وأكثر من هيك نحن ليش عم نتحرك ليش في مجتمع مدني؟ لأنه نحن عم نحاسب. أكيد عم نحاسب ولو أنه ما عم بيردوا علينا بس نحن عم نشوف عم نحاسب عم نضوي على نقاط. شو بدنا نعمل كيف بدنا نعمل لحتى يصيروا يردوا علينا؟ نحن بدنا نضل نضوي على الخطا بدنا نضل نضوي على الخطا. وفي خرق كثير للمبادئ. اكيد بس بدك انت تتحركي ويكون عندك الجرأة تتحركي ويكون عندك الجرأة لما بيكون في خرق لها المبدا تعملي طعن. لما بيكون في خرق لها المبدا نروح على السلطه الاعلى والاعلى والاعلى ما نخاف انه والله القاضي يمكن بكره اذا قالت هيك عمل هيك او غي او ما كتير مشي على المبدا القانوني والله يمكن بجلسه تانية يعمل لي مش لا بالعكس انت اذا بتحطي له نقط على الحروف يمكن انت عم تضوي له على نقطه صح. ينتبه لها اكثر. هيدي هي الماده 10
المادة 11. المادة 11 لنشوف المادة 11، وأنا كثير بحبها هالمادة 11. ليه؟ لأنه أنا دائما برتكز عليها بشغلات كثيرة ما فيها. لا، نحن عندنا قانون الأصول المحاكمات المدنية كثير بيشبه أو تقريبا نفس المحتوى. نعم. وإلزامي ويطبق بشكل إلزامي. المادة 11 شو بتقلك؟ كل شخص ما بيعتبر بريء حتى أنا بدي ثبت إدانته. طيب، كثير منيح. بهالحالة أنا بدي أعمل تفرقة بين شغلتين، الإدلاء بالواقعة شيء، نعم، وإثبات الواقعة شيء آخر. أكيد. أنا فيني أقول بدي إيه، طب ثبتي ثبتي هالشيء. أكيد، ما في أسهل من الحكي. أكثر من هيك، لما أنا بجي بدي أقول ارتكب هذا العمل، طب ما أنا بدي بين إنه فعلا هذا العمل ارتكب، وبدي بين الأدلة من جهة الأدلة، وبدي بين من جهة تانية إنه هيدا الشخص ارتكب هالعمل. يعني ما بيكفي إنه أنا ثبت الأدلة، بدي ثبت إنه فعلا هيدا الشخص ارتكب هذا العمل. صح. عبء الإثبات كتير شديدين نحن عليه، ويطبق بشكل كتير قوي وقاسي عنا بالمحاكم اللبنانية، ولا يجوز أن يتهم شخص إلا بوجود الدليل الكامل، وإلا نحن بنقول بريء للشك، أو أنه خلص ما بنعود بنحاكم لأنه في شك حول ثبوت الجرم عليه. نعم. أو بقى بنقول كف التعقبات أنه ما في ولا دليل عليه. هون نحن عندنا مشكلة للصراحة، أنه بيطولوا لحتى بالتحقيقات لحتى يعملوا لهم التحقيق اللازم، وبيصير في توقيفات احترازية. وبصراحة في كتير جمعيات اشتغلت بشكل كتير قوي على قصة التوقيفات الاحترازية. لا يجوز انه انا اوقف شخص ويمكن يكون على الغالب بريء من اكثر من 48 ساعة. مفروض يكون التحقيق سريع جدا. نحن عندنا نقص بهيدا النقطة، مع انه عم بيطبقوا المبادئ، عم تطبق، ما انه لا، بس قصة الطولة بالتحقيقات فعلا هيدي ما بقى عم نعرف نلاقي لها حل بعدنا لهلا، وفي شهور وشهور وشهور بيقعدوا بالنظارة يقدروا يتم التحقيق معهم. طب كيف بدها تنحل هالقصة؟ بدها تنحل، بدنا نكتر القضاة الصراحة. نعم. ما عم يقدروا يلحقوا. ما هيدا هو السؤال. ما عم يقدروا يلحقوا القضاة التحقيق، النيابات العامة ما بيكفي. ما بيكفي لما انت عن جد لما نشوفهم ما عم بيلحقوا. عندنا احد القضاة مستلم أربع أشياء. طب شو بدي يلحق؟ شو بدي يلحق هالقاضي؟ هون نحن عنا نقص. معلش إنه في عنا معهد قضائي مهم جدا، في عنا كتير ناس أهل لأنه يكونوا قضاة، وبعدين أكثر من هيك. أنا بدي أقول لك شغلة بالأمور الجزائية، معلش لازم يكون في نضوج. ليه في نضوج؟ لأنه نحن بالأمور الجزائية في استنسابية للقاضي. نعم. القاضي عنده سلطة استنسابية واسعة. طب أنا إذا بدي أجي أعطيها السلطة الاستنسابية، طب ما بده يعرف كيف يطبقها. أكيد. بدي يكون عنده نضوج تيعرف كيف يستعملها. نعم. وإلا بيتم استعمالها بشكل خاطئ. وإذا جيتي قلتي له طيب ليش عملت هيك، أنا عندي سلطة استنسابية. بس سلطتك الاستنسابية ما معناتها أنك أنت تستنتج وتحكي. نعم. معناتها أنك أنت عندك أدلة بين إيديك، ما بدك تخترع من عندك، عندك أدلة بين إيديك، يا بتاخد هالدليل يا بتاخد هالدليل. صح. بس ما بتجي بتخترع لي استنتاج من عندك وبتقول أنا عندي سلطة استنسابية. هون ما بيجوز. مزبوط. كمان نحن عندنا نقص بقصة نضوج عند هي يعني قضاة التحقيق والنيابات العامة. نحن منفضل أنه يكونوا بعمر معين. نعم. يعني مع احترامي الشديد لجميع النيابات العامة ولجميع المسؤولين وللقضاة التحقيق، وبحبهم كتير، بس فعلا أنا هيدا رأيي الشخصي. شو عم تقولي عمر معين يعني نضع. تقريبا نضوج يعني ما مفروض يكون مثلا أول منه بال مثلا بعده طالع جديد على الساحة القضائية أعطيه تحقيق، أعطيه نائب عام. معلش مفروض يكون يعني شوي أخذ على الأمور هيدي، اشتغل فيها بشكل أكثر. ومع احترامي لكلهم وبحبهم كتير، بس إنه هيدا رأيي الشخصي، لأنه في سلطة أستنسابية بتخوف بالجزاء. أكيد هيدا الشيء المؤسف جدا. نحن أنا كان عندي شيء بدي أقوله أستا، نقطة صغيرة، قصة إنه دايما دايما كمان منطبق القانون الأرحم. يعني في حال كان عنا قانونين ممكن أنا طبق قانون أو قانون، لا نحن منطبق القانون اللي بيكون أخف، ونحن دايما منطبق
العقوبة اللي بتكون أخف. هون النقطة الثانية من المادة 11، وهيك أنا بكون خلصت الهيدا معكم. أكيد على أمل أكيد تكون المحاكمة فعلا عادلة، ويكون الشخص اللي مرتكب جرم يستحق ياخذ عقابه. صحيح. من دون أي تردد، يعني كمان هذا الشيء الأساسي. صحيح. نحن بنرجع بنشوفك إن شاء الله رنا، بإذن الله. مرسي كثير، مرسي بحلقتنا اليوم. رح ننتقل لعند شيف حسين ورشة ملح.